أحسن الله إليكم وأثابكم الله آه هذا يقول حفظكم الله إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر؟ نعم إذا شق الصيام عليها بسبب الإرضاع لأن الإرضاع يضعفها فيجوز لها الإفطار من أجل أن ترضع طفلها وتقضي من أيام أخر وتطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان إفطارها من أجل الرضيع أما إن كان إفطارها من أجل نفسها وهي أنها لا تطيق الصيام مع الرضاع فإن فإنها تقضي فقط وليس عليها كفارة نعم